برأيي تسأل رأي الجمهور. ما راح تخسر شيء. بعدك بال 200 ريال. ما راح اغامر وما راح اخسر ون مور ادفانتج او فرصه ثانيه من فرص المتاحه لي. راح اقول اربع حروف مره ثالثه. فيصل اسمع شوي. يعني السؤال منه سهل. السؤال منه سهل. هو معروف انه في حرب عالمية أولى وثانية. في ثالثة؟ ثالثة. سامع بالثالثة أو بالرابعة؟